السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض العجة، أحلى عجة بأمر الله. دول 5 بيضات يا حبايبي، ودول 3 بصلات كبار يا حبايبي، بشرهم بالمبشرة وعصرهم من المي، و3 فصوص ثوم مهروسين. ده الفلفل يا حبايبي اللي هنحطه على العج. فلفلاية ألوان صفرة، فلفلتين حار حمر، فلفلاية رومي خضرة. والطماطم يا حبايبي اهي، حبيتين طماطم كبار غسلتهم وقطعتهم مكعبات صغيرة بالشكل ده. ودي يا حبايبي الخضرة، غسلتها كويس جدا وصفتها من المية وخرطتها صغير زي ما انتوا شايفين كده. الخضرة يا حبايبي شبت وبقدونس وكزبرة. دي التوابل يا حبايبي، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة بابريكا، معلقة ملح. كل المكونات دي يا حبايبي بمعلقه صغيره. ويلا بينا على البوتاجاز يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي دي الصينيه اللي هعمل فيها البصل اهي، هولع عليها. قلعت عليها يا حبايبي، هنحط شويه زيت نباتي ابيض، هحط البصل على الزيت، و3 فصوص ثوم يا حبايبي المهروسين مع البصل، عشان احنا ما بنحمرش البصل ولا الثوم، بتطرى بس معانا كده. بنقلبها يا حبايبي لما تطرى معانا، ما بنحمرهاش. دلوقتي يا حبايبي البصلية طريت معانا خالص اهي، هنحط عليها الطماطم وهحط عليها الفلفل، واقلب كل المكونات دي يا حبايبي مع بعضها كده. دلوقتي يا حبايبي قلبت طماطم مع الفلفل مع البصل، اقعد اقلب فيها كده لحد ما الطماطم تنزل ميتها خالص والفلفل يطرى خالص في البصله. شوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي البصله مع الطماطم مع الفلفل اتشوحت كويس جدا اهي، ما بقاش فيها اي ميه. هنطفي عليها يا حبايبي لما تبرد ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي البصله بردت اهي خالص. لازم البصله مع الطماطم مع الفلفل يا حبايبي تبرد خالص، ما ينفعش نحط البيض والبصل سخن. دلوقتي هنشيله كده يا حبايبي. دي البوله يا حبايبي اللي هقلب فيها المكونات، هنفضي فيها البصل. فضيت يا حبايبي البصل اهي مع الفلفل مع الطماطم مع المكونات اللي احنا عملناها مع بعضنا. ودلوقتي يا حبايبي هحط التوابل، كل التوابل حطيتها على البصل اهي يا حبايبي، وهنحط البيض على البصل، وهحط 3 معالق دقيق يا حبايبي، 3 معالق دقيق كبار، وهحط يا حبايبي معلقه بيكنج باودر. دلوقتي يا حبايبي حطيت معلقه بيكنج باودر صغيره مهرمه زي دي يا حبايبي. هقلب كل المكونات دي مع بعضها. دلوقتي يا حبايبي قلبت البيض مع كل المكونات اهو، هحط الخضرة، هقلب الخضرة يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي قلبت كل مكونات العجة اهوت، هنحطها في الصينية. الصينية دي يا حبايبي انا دهناها زيت، لازم ندهنها زيت عشان ما تبقاش مكتومة معانا وتبقى روعة. دلوقتي فضيت العجة في الصينية يا حبايبي، اوزعها كده خليها بمستوى واحد. دلوقتي يا حبايبي وزعت العجة في الصينية اهي، هحطها في الفرن على الشبكة من نص على درجة حرارة 210. والفرن يا حبايبي اول ما بدات احضر في العجه مولعاه، يعني الفرن سخن متولع دلوقتي، هحطها في الفرن وارجع له. ودي يا حبايبي صينيه العجه بعد ما طلعت من الفرن اهي، هنقطعها مع بعض. بسم الله. التقطيعه دي على حسب ما انتوا بتحبوا يا حبايبي، عايزينها مربعات مثلثات براحتكم. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما قطعنا صينيه العجه اهي،
اعملوا صينية العجة بطريقة أم أحمد وبأمر الله فوق الوصف، روعة. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، حبكم في الله، ألف هنا وشفا، شير في الخير يا حبايب، نلتقي في فيديو جديد، سلام.